لما يسجد نفس الشيء، هاي كم مرة طلعناه؟ 75 مرة. في كل رجعة من هاي العملية بيصير كم تسبيحة عندنا؟ 300 تسبيحة. كذلك صلاة الأوابين سنة لا تسن لها الجماعة، وصلاة الأوابين هي بين المغرب والعشاء، وهي تسمى صلاة الغفلة لغفلة الناس عنها بسبب عشاء أو نوم أو نحو ذلك، وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء، وأقلها ركعتان. لحديث الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة 12 سنة. بين المغرب والعشاء أقلها ركعتين، أكثرها كم؟ 20. كذلك عندنا ركعتا الإحرام وركعتا الطواف وركعتا الوضوء وركعتا الاستخارة وركعتا الحاجة وركعتا التوبة وركعتان عند الخروج من المنزل وعند دخوله وعند الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند مروره بأرض لم يمر بها قط، وركعتان بعد الخروج من الحمام، وركعتان في المسجد إذا قدم من سفره، وركعتان عند القتال أي الجهاد إن أمكنه، وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه، إذ يسن لكل منهما قبل الوقاع يعني الجماع أن يصلي إيه؟ ركعتين. هاي كلها سنة مستحبة. ركعتين ركعتان الإحرام بعد الإنسان يحرم مستحب صلي ركعتين. ركعتين الطواف بعد الإنسان يكون مستحب ما له صلي ركعتين. ركعتان الوضوء يعني بعد الإنسان يتوضأ مستحب صلي سنة إيه؟ وضوء. هذه صلى بدون جماعة. ركعتان الاستخارة إذا الإنسان أقدم على فعل وهو محتار يستحب أن يستخير الله عز وجل. ركعتان الحاجة إنسان له حاجة عند الله عز وجل يصلي ركعتين ويدعو حاجته. ركعتان التوبة إنسان أذنب ذنبا يسن أن يصلي إيه؟ ركعتين. ركعتان عند الخروج للمنزل لما الإنسان يخرج من البيت يصلي ركعتين. إذا دخل المنزل يصلي إيه؟ كمان ركعتين. إذا خرج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كمان ركعتين. إذا مر بأرض لم يمر بها من قبل يصلي كمان إيه؟ ركعتين. إيه عند الجهاد يصلي ركعتين إن أمكنه ذلك، يعني مش نحن المشركين قاتلينه عشان يصلي ركعتين. معاي؟ يعني هو طبعاً يعني الإنسان لما يطبق سنة معينة بده يخرج على الاعتبار إنه هي السنة ما تأديش لمفسدة. فإنسان بده يصلي ركعتين عند الميزان عند القتال حلو؟ طيب، لكن إذا أنت علمت أنك إذا صليت ركعتين سيقتلك الكفار أو يلحق بك أذى أو بمن معك لا تب. نعم. طيب، صليت على رسول الله؟ كذلك ركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه، يعني عند ليلة الزفاف يصلي ركعتين. قال في المجموع: من البدع المذمومة صلاة الرغائب وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، ولا يغتر بمن يفعل ذلك. إذا في صلاة الرغائب هل بدعة ابتدعها أحدهم دخل يوما بيت المقدس وحتى يحث الناس على الصلاة؟ قال لهم صلوا 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، تقرأ في الركعة الأولى كذا وفي الركعة الثانية كذا وتسبح كذا، هذه بدعة. هذه بدعة وقتها أين؟ قلت لك أول جمعة ليلة أول جمعة من إيه؟ ليلة أول جمعة من رجب، هذه بدعة. كذلك صلاة ليلة نصف شعبان 100 ركعة، يعني تحديد 100 ركعة، لكن إحياء ليلة نصف شعبان مستحب، وثبتت أفضلية ليلة نصف من شعبان بحديث حسن رواه الإمام ابن ماجه وحسنه الألباني الذي قال فيه: إن الله تعالى يطلع ليلة النصف من شعبان على عباده فيغفر لعباده إلا مشرك أو إيه؟ مشاحن. حديث حسن. إذا ما هذه الليلة فيها نفحات وفيها بركات يستحب إيه له؟ يستحب إحياؤها بالذكر والطاعة والعبادة والتسبيح والدعاء والاستغفار. جيد؟ لكن الكيفية المذكورة بدعة، يخصص 100 ركعة بطريقة أو بوصف معين، هذه ماذا؟ هذه بدعة. لذلك لا مانع من إحياء ليلة النصف من شعبان، لا مانع من ذلك، وكثير من أهل العلم من استحب إحياء ليلة النصف من شعبان، وبعضهم ويعني هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، حقيقة هذا الرجل ابن تيمية رجل
يعني يعتبر من عمالقة الفقه الإسلامي. من وين تسلكوا فيها دول الجماعة؟ أنا أفهم يا جماعة الخير. الآن ابن تيمية رحمه الله يقول ماذا؟ يقول لا بأس بإحياء ليلة النصف من شعبان إذا كانت في جماعة خاصة وليست في جماعة عامة. جماعة خاصة في البيوت، أما جماعة عامة حتى لا يعتقد العوام أنها من الدين أو من أركان الدين. هذا فهم، هذا فهم، وهذه وسطية عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل حال يعني نحن نقول ليلة النصف من شعبان لا بأس بإحيائها لأنها ليلة تجليات وليلة نفحات وليلة بركات. أما صيام النصف من شعبان فهذا أقل ما يقال فيه الكراهة. أولاً لأنكم تعلمون أنه عند الشافعية إذا انتصف النصف من شعبان فلا صيام إلا لمن كان له عادة صيام من قبل أو كان هنالك قضاء أو كان هنالك نذر أو يعني وفق. فائدة: أفضل القسم الذي لا تصنف فيه، هذا أفضل قسم، ثم ركعتا الفجر وهما افضل من ركعتين في ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما يتعلق بالفعل غير سنه الوضوء كركعتي الطواف والاحرام والتحيه الى اخره. اذا افضل من الاقسام التي هو ايش؟ الوتر. هذا افضل سنه، افضل سنه لا تسلم فيها جماعه هي ايه؟ هي الوتر. ثم بعد ذلك الفجر، نتكلم عن سنن لا تسن فيها الجماعة. أفضل شيء الوتر، ثم سنة الفجر، ثم جوف إيش؟ الليل، ثم باقي إيه؟ رواتب الفرائض، ثم باقي رواتب الفرائض أو عذر حتى نكون دقيقين، الوتر ثم سنة الفجر ثم باقي رواتب الفرائض. يعني رواتب الفرائض أفضل من قيام الليل، رواتب الفرائض أفضل من قيام بالليل، يعني هذه ملحوظة أقوله لها. أفضل شيء الوتر، ثم رواتب ثم سنة الفجر، ثم باقي رواتب إيش؟ الفرائض. لكن سنة الفجر أفضل من قيام الليل، سنة الفجر أفضل من قيام الليل. ثم الضحى، ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام والتحية، وهذه الثلاثة في الأفضلية إيه؟ سواء. شفت معاي؟ إذا هكذا الترتيب عندنا: القسم الذي لا تسن فيه الجماعة، القسم الذي لا تسن فيه الجماعة أفضل صلاة فيها إيه؟ الوتر، ثم ركعتي سنة الفجر، ثم رواتب إيه؟ الفرائض، وركعتي سنة الفجر أفضل من إيه؟ أفضل من قيام الليل، ثم الضحى، ثم باقي إيه؟ الافعال التي يسن لها الصلاه غير سنه الوضوء، سنه الوضوء قبلهم، يعني الطواف والاحرام والتحيه، هذه كلها ثواب. قال: القسم الذي تسن الجماعه فيه افضل من القسم الذي لا تسن الجماعه فيه. نعم، تفضل راتبه الفرائض على التراويح، وافضل القسم الذي تسن فيه وافضل القسم الذي فيه تسن الجماعه صلاه ايش؟ العيدين. والأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى، فصلاته أفضل صلاة الفطر، وتكبير الفطر أفضل من تكبيره، ثم بعد العيد في الفضيلة كسوف الشمس، ثم الخصوم، ثم الاستسقاء، ثم التراويح. فائدة: لا حصر للنفل المطلق، وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، وإذا نوى قدرا فله الزيادة عليه والنقص منه إن نوايا، أي إن نوى الزيادة أو النقصان، وإلا بطلت صلاته فإن قام لزائد سهوا فتذكر قعد. يعني النوافل المطلقة التي ليست مقيدة بصلاة معينة أو بمناسبة معينة، هذه لا حصر لها، غير مقيدة لا بوقت ولا إيه ولا بسبب. الآن إذا نوى قدرا معينا، يعني لو صلى ركعتين له الزيادة على ذلك، وهو ايش؟ النقصان، بشرط ان ينوي ذلك، بشرط ان ينوي ذلك. اما اذا لم ينوي ذلك وقام سهوا ينبغي ايش ماله؟ ان ينزل، ان يقعد، فان قام تعمدا ولم ينوي الزيادة تبطل صلاته.
إذا الإنسان الآن قيام الليل نوى صلاة ركعتين، جائز يزيد أخرى، ينوي زيادة. نوى مثلا أربعة، جائز نقص، لا بأس، لكن لابد إنه ينوي ذلك.